ما تخبوا يا جماعة، الرسالة دي رسالة واضحة ورسالة يعني مفترض تصل، مفترض تصل. أي زول أنت حاسبيه هو أنه صديقك، حاسبيه ود عمك ود خالك ود جدك ود حبوبتك، المهم ود جد أحمر، توصل لي الرسالة دي حتى لو ما وصلت عليه وهو ذاته ذات نفسه، توصل لأبوه لأمه لازم. أي مع الرسالة دي لكم فيها خير والله، أقسم بالله كونه تمرق ليك زول من الموت وتنغز من الموت، أقسم بالله لك فيها خير والله، لك فيها خير والله، أقسم بالله يوم من ذات الأيام هو ذاته لو سمع يقول والله بارك الله في الزعيم عبد الله العميري، والله يقول بارك الله فيه. فأنا رسالتي دي لكل زول بيسمعها أمانة، أي زول يسمعها والله ما مجبر عليها، ولا أقول لك أمانة غصب نفسك وصلها، ما أقول لك خلاص اتراجعت عن قراري، لكن إذا داير خير وداير بإنه ربنا يجعل لك صواب فيها، داير ربنا يجعل لك فيها صواب يا أخي، وصل الرسالة دي وصلها، بس وصلها والله إن شاء الله بإذن الله الكريم ربنا يجعل لك فيها رب، لأنه أنت داير تنغز لك روح بتاع زول، لأنه داير تنغز لك روح بتاع زول ما جايب خبر، أنت بتنغز لك روح زول مدينه حبوب، بتوري أهله مدينه حبوب مدينه حاجة، المهم بغبي أتره سايقين له الخلا، قالوا له يا أخي لما نمسك المدرعات دي أو نمسك الحكومة دي بنديك عمارة، بتكون أنت غايد قوات الدعم السريع، بتكون أنت نائب الدعم السريع. أي ما في ناس سايقين الناس بالخلا، الآن قوات الشعب المسلحة، وبقولها تاني برددها وكنت بقولها من يوم 16 شهر 4 لما الضربة كانت يوم 15، أنا كنت بقولها من يوم 16 شهر 4 الزعيم عبد الله العمير، كنت بقول الكلام ده والله وقسما بالله سلاس، ان قوات الشعب المسلحه الان عددها زايد والله فايق ال 500 وزياده، يعني المعسكرات مليانه، يعني جاي جيش بكثره والله، جاي جيش يحمي كل ولايات السودان، اقسم بالله جاي جيش يحمي كل الحدود السودانيه، والجيش الان جيش مختلف لانه جيش المرضي صرار، لانه جيش في الساحه الغطاليه براهو، لانه جيش في الساحه بتاعت السودان براهو، ما بيعرف حاجه اسمها حركات مسلحه، ولا بيعرف حاجه اسمها تمرد، ولا بيعرف حاجه اسمها دعم سريع، ولا بيعرف حاجه اسمها جنجويد. الان الجيش اللي فيه يحرر افريقيا، الان الجيش الداخل السودان والله قادر انه يتحر كل خونه من دول الجوار، اي خاين من دول الجوار، دول الجوار المخاينه، اقسم بالله الجيش السوداني الان قادر يتحرك، اقسم بالله سلاسه والله جيش، اقسم بالله الناس بتبكي عشان يفكوا اللجام، بيفكوا اللجام اقسم بالله بيبكوا عشان يحاصروا الخرطوم دي كلها زنقه زنقه، ودار دار وزقاق زقاق، وبيت بيت وزاويه زاويه، والله قادر الكلام ده. وانا برسل رسالتي دي لاي زول زي ما قلت لكم انه يوصلها، والله الجيش ده الان الناس اللي بتاعين الدعم السريع داخل الخرطوم، اي ما في لهم طريقه مره انه زول يطلع، ما في طريقه انه زول يطلع من الخرطوم لا اساسا نمشي ولد بلده بسلام امنين، ما في طريقه. لو فاكر نفسه بانه اذا يتعصر بيطلع من الخرطوم، ما بيطلع. انت ما تقول، ما تخد في بالك يا جنجويدي، ما تخد في بالك الناس المتعاملين مع الجنجويد، الناس باقي القبائل الثانيه المتعاملين مع الجنجويد، والله رسالتي ده انا بقول لكم اقسم بالله سلاسه، والله في قبائل مع الدعم السريع لكن متفلتين منهم، زي هن الشكريه وزي هن البطاحين وزي هن الرفاعه وزي هن الشنابله في الغرب، في ناس يا جماعه منك وناس من الحمر، في ناس متفلتين واعلنوا نفسهم هم قالوا نحن مع الدعم السريع. فانا رسالتي دي والله انتوا لو ما ناس اخواني وقبائل قبائل اقسم بالله سلاسه انه ما من عاداتكم بانه تشملوا الكلام ده بانه تتضرروا في اولادكم، اقسم بالله ما برسل لكم الرساله، والله ما برسل لكم، لكن انا عارف الداخل الوطن عارفه، والداخل القوات المسلحه عارفه، والداخل الاستخبارات العسكريه عارفه، والداخل الساحه الغطاليه والاستراتيجيه العسكريه والله عارفه تماما، والله رسالتي انا بقولها بحق وحقيقه من داخل قلبي، لا كذب ولا هزار، رساله والله اقسم بالله بقولها لكم بجد، والله يا مع الناس الجوا دين ما يقدروا يطلعوا، والله ما يقدر يطلع الا لابس طرحه، والله لابس توب، والله لابس عبايه، والله عديل جد، اي حاجه اي حاجه بتتعلق بالدعم السريع يدعى برا، لا يلبس لبس ولا يشك فيه مواطن ولا حتى يكون عارفه مواطن، يلبس له جلابيه يلبس له فنيله ويتخارج يمشي اهله، يتخارج يمشي اهله، والله يسلم عديل
يجي عديل يسلم للقوات المسلحه يقول له انا يا جماعه والله انا تبت لوجه الله تعالى والله قبل ما تنتحر، لانه التخطيط الجاي عليه القوات المسلحه والله صعب عليك والله. بعد فوته البرهان دي وجيت وعودته دي والاستراتيجيه والتوجيه بتاع الحكومه الجديده الشكل عبد الفتاح البرهان والاستراتيجيه الشكل جديده، اقسم بالله سلاسه والله تندم تقول العميري يا ريت لو سمعت كلام العميري. فانا ارجو منكم اي زول بيسمع الكلام ده من كل القبائل، اي مع جنجويد ديل اصلا ما بخلوهم، الحكومه السودانيه ما بتخليهم، لو حيين ما بتخليهم، لو ميتين ما بتخليهم، اثنين ما بتخليهم رسمي، عشان كده الناس ديل بيقاتلوا للانتصار وانتصار ما بينقوم، وفي النهايه بموتوا، حيين بيموتوا، استسلموا وموتوا. عريك كان الواحد منهم قال انا استسلمت، قال استسلمت عديل هم موت كلهم. شفت العرب الجايين من ورا ديل؟ اقسم بالله سلاسه جايين من النيجر وجايين من كده كلهم متعاونين، والله لو قال انا استسلمت عديل رفع يده وقال استسلمت هو بموت، لانه الشيء اللي عملوه ما بيرضي، لا بيرضى الله ولا بيرضى الرسول. يا اخي ناس الوالي بيطلعوا فيه بالعربيه ميت، الوالي خميس بيطلعوا فيه بالعربيه ميت، وحتى نسوانهم بيجدعوا فيه وبيفتخوا في راسه هو ميت. الضرب قالوا على الميت حرام، الضرب على الميت حرام، الناس بيضربوا فيه ميت، بياطوا فيه بالعربيه ميت، بجروه بالعربيه ميت، اي مع الناس دي ما بخلوهم حيين ميتين ما بخلوهم. دي الرساله اللي انا بقولها لكم، حيين ميتين ما بقولوا. فانتوا باقي القبائل الثانيه الناس اللي من الجزيره والناس اللي من الشرق والناس اللي من النيل الازرق، والله احسن يا تستسلم يا تمشوا حالكم. الناس دي العديل اعلنوا جنجويد دي قالوا نحن ما عارفين النور، الموت ده حرام الا في الخرطوم، حتى عرفناه حرام. ناس دي اللي ولا ما بعرفه حرام، ما بعرفه موت حرام. فانا رسالتي اوريكم والله رساله بتاعت وعي، اقسم بالله سلاسه وحق كتاب الله الكريم، وما اقول الا الحق، اقسم بالله تموت وتك، لكن احسن تستسلم وتطلع. الواحد اللي عايد ام الولد اي حاجه للامهات ابوات الاخوان اولاد العم كان سمعتوا رسالتي دي، اقنعوا الناس اللي معاكم دين، اقنعوهم وخلوهم اللي يستسلموا وخلوهم اللي يتخارجوا.